يكاد حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي يكاد أن ينهي طوافه على ولايات البلاد، فيما يقال إنه إعداد مبكر لمرحلة الانتخابات. وتبارى الأنصار في نشر الصور المدللة على شعبية الحزب، وانشغل الساسة والإعلاميون بتحليل خطابات الإمام الذي اعتاد أن يرفد سوق الجرائد ومنصات التواصل الاجتماعي بالمنشطات والأخبار الطازجة والعاجلة، بيد أن بعض الآراء ذهبت إلى أن الجولة تؤكد على تآكل شعبية الحزب في أوساط الشباب، وما أدل على ذلك من تداعي الآباء وعزوف الأبناء، زد على ذلك الهتافات المناوئة الصادرة من حاضرة جنوب دارفور نيالة. وفي نهاية المطاف، فإن الجولة تمثل اختبارا حقيقيا لدعوات الحزب لعقد انتخابات مبكرة، فهل هو النصر أم أن النصر ما فيه؟ أسرج الإمام الصادق المهدي زعيم طائفة الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي خيله متوجها نحو مدن وريف ولايات السودان بعد غيبة عن الترحال والمسير، في جولة أملتها ظروف الواقع السياسي بالبلاد بعيد انتصار ثورة الشعب في ديسمبر وما تبعها من تكوين حكومة الفترة الانتقالية. جولات الإمام كانت واضحة المعالم هذه المرة، لجهة أن مناخ الدولة المدنية وما أفرزه من حريات وممارسة ديمقراطية وما سيتمخض عنها من انتخابات عامة بعد 3 أعوام أغرى المكونات والأحزاب السياسية في البلاد بالدخول مباشرة في دائرة الفعل السياسي والبحث عن موطئ قدم في ظل ظروف سياسية واقتصادية خاصة تعيشها البلاد. الإمام الصادق كعادته استلم زمام المبادرة وبدأ زيارته إلى ولايات النيل الأبيض، سنار، القضارف، نهر النيل، الشمالية وجنوب دارفور، متتبعا أثر الأنصار وجماهير الحزب العريق، يبعث الروح وينشر الأفكار ويجدد العهد مع حواريه، طارقا على ما يشغل الساحة السودانية سياسيا واقتصاديا، فدعا لعقد مؤتمرات تناقش الأزمة الاقتصادية وإحلال السلام والمصالحات القبلية، وحذر من الفساد وفتنة الحرب دون أن ينسى حقية رموز نظام الإنقاذ البائد بالعقاب الشديد. ولم تخل زيارته التي أخذت طابع الجماهيرية من أصوات تعلو وتخفت هنا وهناك ناغمة وقادحة في سياسات الحزب وطريقة القيادة، غير أن الحزب عدها من الأصوات النشاذ وإن منحها حرية التعبير والفعل. والواقع أن الرجل الثمانيني المخضرم يعرف دون غيره كنه الممارسات السياسية في السودان وما ينبغي فعله في كل مرحلة، فقد عاش المراحل كلها، حكم فيها تارة وعارض الأنظمة تارة أخرى، لكنه لم يبرح محطة مبادئه التي آمن بها قط. فلم تكن الدولة المدنية ما يلزمها من تعددية ديمقراطية تكفل العدل وتبسط التنمية أولها وليس آخرها، وإيمانه التام بوسطية الإسلام وحرية المعتقد، حتى أضحت هذه الأفكار سمة ملازمة لزعيم الأنصار في كل أحواله، فتوجته كأحد حكماء العالم الذين يراهن عليهم بقيادة الشعوب نحو السلام والحرية والعدالة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى ملفنا الأول ونقاشنا عن حزب الأمة، أسئلة الطواف. نرحب بكم جميعا وننوه أنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر المنصات الاجتماعية عبر خدمة البث الحي على فيسبوك، وأيضا يمكنكم متابعة هذه الحلقة بعد نهايتها على قناتنا على يوتيوب سوداني 24 تي في. نرحب بكم جميعا، كما نرحب بضيفي العزيز من داخل الاستوديو السيد الصديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة القومي. سيد الصديق، نرحب بك في هذه الحلقة، أهلا وسهلا. مرحبا عليكم السلام. طيب، اختار حزب الأمة القومي سيد الصديق القيام بطواف كبير على ولايات السودان، بدأه سيد الإمام قبل أشهر من الآن ويتواصل هذا الطواف حتى الآن، هل هو تجهيز للانتخابات؟ وإن كان كذلك أي انتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على إلقاء الضوء على هذا الموضوع المهم. الطواف حزب الأمة، أي حزب سياسي هذا من صميم عمله الروتيني يجب أن يكون،
التواصل مع القواعد بين القيادات للتشاور والتفاكر وإظهار الوضع التنظيمي للحزب. فهذا عمل أصلا روتيني يجب أن يقوم به أي حزب، يعني لا يقال لماذا قام حزب الأمة بذلك، السؤال يجب أن يقال لماذا لم يقم الآخرون بذلك. العمل يعني حملة حزب الأمة الحالية التي يعني الأهداف التي وضعها للحملة التعبوية التي انتظمت عددا من ولايات السودان، الهدف الأساسي من هذا الكلام في طبعا أطروحات في الساحة موجودة الآن، وكلنا نعلم أننا نحن في ظل حكم انتقالي، والحكم الانتقالي ده فيه تآلف ويعني بين مكونات سياسية ومكونات مدنية، والتغيير نفسه أدخلنا في تحالف مع مكونات عسكرية في البلاد، وهذه مكونات الحكم الانتقالي. نحن لاحظنا أنه في جهات مجموعات تريد أن تفرض رؤاها يعني بإغصاء الآخرين. نحن لا نريد أن ندعي نقول حزب الأمة هو الحزب رقم واحد في الانتخابات السابقة، وأن الجماهير التي ظهرت في كل السوح التي يعني انتظمتها هذه الطوافات والزيارات الناجحة التي يعني أظهرت قوة جماهيرية كبيرة ولله الحمد، لا نريد أن ندعي أن نقصي الآخرين، لأنه دي مشاهد يعني الذي يبرز ويعطيك مكانه هو صندوق الانتخابات. ليس الهدف من هذا الطواف الكلام على الانتخابات المبكرة ولا إعداد للانتخابات، على العكس من ذلك. لو كان هذا هدفنا، ونحن نعلم أن كثيرين يعني ترعبهم هذه الحشود ويريدون أن يسيطروا وتستمر سيطرتهم بعيدا عن صوت الناخب السوداني. أخرون من تقصد؟ مجموعات كثيرة داخل الحرية والتغيير، مجموعات سياسية مختلفة داخل الحرية والتغيير، يمكن أن يمكن يكون في مجموعات داخل أيضا الحرية والتغيير. إذا كان الهدف الانتخابات كان نحن نخدرهم، ندعي نماشي الحملة المغرضة التي يشنها عدد يعني في التواصل الاجتماعي، كانوا ماشي هذه الحملة ونتركها ونخدرهم بأن حزب الأمة كما تقولون عفى عليه الزمن وتاريخ وليس له وجود الآن وليس له تأييد، ونذهب للانتخابات المبكرة، ونحن نعلم ماذا يملك حزب الأمة ووجود حزب الأمة على الأرض. فلذلك أنا أريد أن أقول ليس الهدف الانتخابات المبكرة إطلاقا، الهدف هو هذه الأطروحات الموجودة في الساحة التي تريد أن تفرض رؤى على الآخرين، رؤى إقصائية باسم الثورية أو ادعاء الثورية. الثورة دي كل الناس شركاء فيها، ولا نريد أن يزايد أحد على أحد. وهناك رؤى كذلك تريد إقصائية باسم السلام، فنحن نريد أن نقول لا نريد أن نقصي الآخرين، ولكن لا نسمح للآخرين بإقصائنا. وهذه المشاهد هي لتثبيت موقف حزب الأمة ليس لإقصاء الآخرين ولكن لمشاركتهم في الرؤى المطروحة الآن. يعني تقصد أن هناك جهات تسعى لإقصاء حزب الأمة؟ نعم، وفي هناك جهات تسعى لإقصاء الأحزاب بشكل عام، وهناك جهات تسعى لإقصاء حزب الأمة بمفرده خوفا منه. هل هي جهات حزبية أم غير حزبية تقصد؟ مكونات مختلفة. لا تريد أن تقولها. نعم، ولذلك هذا جانب لطرح هذه الرؤى لنتشارك جميعا، نبتعد عن اللغة الإقصائية ونبتعد عن الإدعاءات أنتم ما موجودين ونحن كده، كل زول ممكن يتكلم زي ما عايز. الجانب الآخر، الحكم الانتقالي الآن هو مسؤوليتنا جميعا وإنجاحه مسؤوليتنا جميعا. إذا نحن مسؤولين يجب أن نقوم بمساندة ودعم هذا الحكم الانتقالي. يعني مثلا هناك الجماعات الزحف الأخضر التي تسمي نفسها بذلك، كذلك تريد أن تحاول فرض رؤاها بأنها تحشي جماهيرها على الشارع. نحن نريد إخراج كل هذه الألسن، ونتكلم عن إنه والله حكم الثورة والحكم الانتقالي ونحن جزء أصيل من قوى الحرية والتغيير الداعم للثورة،
كل زول يوري يكشف حسابه على الأرض، هذا حسابنا نحن في حزب الأمة، وبالتالي هذا أقوى دعم يقدم حزب الأمة للحكم الانتقالي القائم الآن ليثبت نفسه ويعضد نفسه بعيدا عن الجماعات الإقصائية لتتكامل الرؤى، نجيب رؤى تشمل كل أهل السودان بلا إقصاء، وكذلك قفل أبواب الردة لجماعات الزحف الأخضر التي تحاول أن تدعي أنه عندها وجود. نحن نبرز وجود أكثر من يعني الذي يدعو قوله. سيد الصديق، ما الذي حدث في نيالة بالضبط؟ نيالة ما حدث فيها. نيالة كانت واحدة من المحطات الكبيرة جدا التي أظهرت، يعني أنا شخصيا سعدت جدا بما شهدته من استقبالات حافلة في محطات دارفور المختلفة، وكانت أولا نيالة. كنت هناك؟ لا لم أكن هناك، تابعتها من هنا. ثم الآن الوفد الزائر الآن موجود في دارفور، لم يعد بعد. غدا عندهم غرب دارفور في الجنينة، ثم يعودوا بإذن الله سالمين. المشهد ضخم جدا ولله الحمد كان، والذي حدث شوشرة يثيرها البعض في وسائط التواصل الاجتماعي. هتفت مجموعة من الشباب لا يتعدوا 15 شاب، وهم أحرار، يعني نحن لا نعترض، دي ساحة مفتوحة فيها كامل الحرية للناس يعبروا كما يريدون. هتفوا ضد الإمام؟ نعم، هذا الهتاف نحن نعلم أن هناك في ناس عندهم رأي ضد الإمام والحرية متاحة، ما في مشكلة في الحتة دي، ولا ندعي أنه كل الشعب السوداني مؤيد لحزب الأمة، لا ندعي ذلك، ولا هذا لن يكون أصلاً. طيب، هذه القضية لأنها قضية كبيرة جدا أنا أريد أن أناقشها معك بشيء من التفصيل، ولكن اسمح لي أن نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود. فاصل ونعود. تحياتي من جديد مشاهدي الكرام، لازلتم تتابعون هذه الحلقة من دائرة الحدث، ورحبوا بك مجددا السيد الصديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة القومي. كنا نتحدث قبل الفاصل عما حدث في نيالة تحديدا. نعم. يعني حسب ما قلت أن هنالك 15 شاب فقط هم من قاموا بالهتاف ضد الصادق المهدي، ولكن طيب هنالك من قال أن سيد الإمام لم يتمكن من إكمال خطبته، ما مدى صحة ذلك؟ تلك الأماني، يعني الذي حدث الصور واضحة، يعني الحشد المؤيد في نيالة منذ الاستقبال استقبال ضخم جدا جدا بجميع مكونات الفئات الجيلية حقيقة، والبرامج كلها مشهد في حشود ضخمة جدا جدا. هذا العدد الضئيل هو عمل الناس على حمايتهم حتى لا يعتدى عليهم، ده حصل، مش مسألة انه يتمكنوا من قطع البرنامج. هو الذي حدث انه المسؤولين في الحزب وقيادة الحزب عملوا على حماية هذا الشباب عشان يقول ما يريد أن يقول دون أن يحدث أي اعتداء عليهم من أي جهة، اعتداء فيه تفلت يعني. ولذلك كانت حاجة حقيقة محدودة جدا جدا، وصوروها، ونحن علي حال أي هتاف مضاد نرحب به جدا جدا حتى من داخل دار الأمة. خليك في نيالة، يعني الإمام أكمل خطبته، أكتمل البرنامج. أنا بقول لك التدخل اللي حصل في الحتة دي لحماية الشباب الذي هتف حتى لا يعتدى عليهم، مش هم تمكنوا من أنه يعطلوا البرنامج. البرنامج مشى على أكمله، وفي ناس ذاته ما يعني ما لم يحسوا بما حدث، لأنه الناس دموع غفيرة وفي مساحات مبتدة جدا وشاسعة. شوف هذه الطوافات وهذه الزيارات، يعني حقيقة أثبتت أول شيء حزب الأمة حقيقة، طبعا دي ما المرة الأولى التي يعني يحدث فيها مثل هذا الحراك أو الطواف. المرة الأولى اللي بيكون فيها طواف متسلسل بقيادة رئيس الحزب لكل هذه الولايات، يعني الآن 9 ولايات، انتظم 9 ولايات. حزب الأمة عنده عمل دؤوب وعنده مؤسسات قائمة في هذه الولايات. حزب الأمة حزب لا مركزي، وهذه الزيارات أثبتت أنه اللا مركزية قائمة وناجحة ومتواصلة وعندها وجود، والحزب في حالة مؤسساته موجودة وفي حالة تمدد. ولو لم يكن ذلك كذلك لما يعني جات زيارات ونشهت هذه الحشود التي انتظمت ورأها كل إنسان. جميل. والجانب المهم هنا
يعني السؤال الذي يعني بيجي في الأذهان وأنا حاجة أبلغ عليه. يعني لماذا في نيالة أو في دارفور؟ أنا في رأيي هناك جهات باسم السلام تحاول أن تتحدث. جهات هذه قالت عنها القيادات في الحزب أنها حركات مسلحة. نعم. هل تقصد هذا؟ نعم أقصد ذلك. تحاول أن تتحدث باسم الجماهير دارفور ويكون السلام برؤيتها وبنظريتها وبأطروحتها. نحن مع الحركات وتحالفنا معها في نداء السودان لتحقيق مطالب أهل دارفور كلها. نحن ما ضدهم وما ضد المطالب. ولكن نحن بنتكلم عن بنطرح السلام برؤى. يعني حقيقة حزب الأمة حزب رائد في أطروحات السلام. لبنات السلام في البلاد يعني لا أريد أن أدعي ولكن مصدر حزب الأمة ابتداء من تأسيس الحقوق والواجبات على المواطنة كان هذا في مؤتمر نيروبي عام 1993 بين حزب الأمة والحركة الشعبية وكذلك أطروحات العدالة وإزالة التهميش. ولماذا حزب الأمة يقوم بكل هذا العمل يعني دون غيره من الأحزاب والقوى السياسية؟ من هي من الحركات المسلحة من قامت تقصد أحداث نيالة طبعا من هي من الحركات واحدة المسلحة؟ من الحركات المسلحة. نعم. لازم موقع على ميثاق الحرية والتغيير لازم يبقى فيه تحقيق محدد يسمي الحركة بعينه وتجد تفاصيل. أنا لا أريد أن أعلم ستنشرون هذا التحقيق لا أعلم إذا كان الحزب سيفعل ذلك أم لا ولكن أنا بقول لك الـ 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 حتى أقول لك رأي العام طيب حتى لا يكون الحديث مبهم يعني لا ما في إبهام في طيب. الواحدة من هنالك الحركات عدد من الحركات ربما نعم. هنالك من يعتقد أنها حركة الفلانية الحركة هنالك حركات عديدة نعم من هي الحركة التي الحركة حسب معلوماتكم أنها قامت بها طيب الحركة التي أنا ما بقول لك الموضوع ده حزب الأمة يفصح عما يريد أن يفصح به الناس اللي عندهم المسؤولية مباشرة بالملف ولكن أنا بديك السبب الذي يعني لماذا هذه المجموعة الشبابية فعلت ما فعلت اللي هي محاولة لاحتكار الحديث باسم السلام وحزب الأمة كحزب مدني وسياسي موجود في البلد عنده أطروحات رائدة في موضوع السلام وبدأت تعدد يعني البنات بناء السلام طالعة من حزب الأمة تكلمت عن حقوق الواجبات تأسيس على المواطنة أتكلم عن إزالة التهميش وحزب الأمة لما يتكلم عن إزالة التهميش ويهتم بهذه القضية لأنه عنده ميزة تميزه عن كثير من الأحزاب الموجودة في الساحة الآن اللي هو عنده وجود في مناطق التهميش ومناطق المركز يعني هو عندما يهتم بهذه القضايا هي من جانب يعني اهتمام بجماهيره وجماهير الشعب السوداني الموجودة هناك ولذلك ومسألة الاتفاق على الهوية السودانية وتحقيق العدالة والتوزيع العادل للسلطة والثروة حزب الأمة أصلا رائد في هذا المجال ولذلك محاولة يعني إقصاؤه عن موضوع السلام هي محاولة فاشلة وأي سلام ناجح في النهاية لابد أن يشرك أهل المنطقة المعنيين إذا تكلمنا عن دارفور هم أهل دارفور إذا تكلمنا عن المنطقتين أهل المنطقتين وفي المحلات دي كلها نحن عندنا وجود كبير جدا جدا أثبتناه في زيارات دارفور التي ستكتمل الآن وأثبتناه في زيارة الدمازين التي كانت قبل عدة أيام وسنثبت ذلك في الزيارة القادمة المبرمجة لجنوب دارفور إن شاء الله لجنوب كردفان عفوا جميل طيب مواقف حزب الأمة نأتي إلى هذا الملف يعني مواقف حزب الأمة داخل هذا التحالف الكبير تحالف الحرية والتغيير يعدها كثيرون وسيما من هم داخل التحالف تحديدا بأنها مواقف غير داعمة للحكومة الانتقالية بل يذهب البعض إلى شطط أكثر من هذا الأمر ويقول أنها مناوئة لها بشكل مباشر أنها معارضة لمواقف الحكومة ويتكئ من يقول هذا الحديث على أشياء من شاكلة حديث الإمام عن الانتخابات المبكرة مواقف الحزب في المواكب التي دعا أو موقف الحزب في المواكب التي دعا إليها تجمع المهنيين مؤخرا وأنه ليس مع أنه ليس الوحيد في هذا الأمر لكن تحديدا في قضية الانتخابات المبكرة هذه أليس دليلا على أن حزب الأمة يغرد خارج سربي قوى الحرية والتغيير إن شبهنا الحرية والتغيير هذه كسربيا يعني. الإجابة لا نتكلم عن ملف دعم الحكم الانتقالي كل زول يجيب ملفه يقول أنا دعمت الحكم الانتقالي بكذا أتكلم الآن عن حزب الأمة حزب الأمة أول من تكلم عن ضرورة
الحفاظ على معادلة للتعامل الإيجابي مع القوة العسكرية التي كانت شريكة في التغيير. ودعا حزب الأمة ودعا رئيسه لعدم استفزاز العساكر، وأنهم كانوا جزء من التغيير، ويجب أن نحافظ على هذه العلاقة المشتركة. لما بدأ هذا الكلام كان كثيرون حتى من حلفانا بيفتكروا يعني ده كلام ده فيه ممالأة للعساكر وفيه كلمات كثيرة. نف الزمن، لأنه واقع الحال الذي جعل حزب الأمة يبادر ويرى هذه النقطة قبل غيره، لأنه كان يعمل على صناعة التغيير. نحن لما كنا في صناعة التغيير والثورة متحركة، حزب الأمة حزب عريض وكبير فيه مجموعات كثيرة، ابتداء من قيادة الوقت ذاك بقيادة الأمين العامة وكوادره الشبابية وكوادره القيادية وكوادره الطلابية والنسوية، كلها كانت في الشارع مع الحراك الثوري. عنده آخرين شغالين في موازنة تحقيق الانتقال بأقل الخسائر، ودي كان الملف ده متوليه رئيس الحزب شخصيا، اللي هو العمل على انه تقليل الخسائر، بانه كل القوى المستخدمه النظام البايد في اباده الشعب السوداني وكان مستعد لابادتهم. سمعنا الكلام اللي قالوا بتاع انه يبيدوا تلت ونص الشعب السوداني ليستقر لهم الحكم. ولذلك كان في عمل على تفكيك كل القوى اللي بيعتمد على النظام وكل الترسانه المسلحه حوله، تفكيكه لسلامة الانتقال ويكون الانتقال بأخف الأضرار الممكنة. إذا لماذا الحديث عن انتخابات مبكرة؟ أنا جايك يا حبيبي لوقت الاستضافة جدا. ولذلك احنا كنا قبل غيرنا مدركين لمعادلة الانتقال اللي حصلت وأطراف المعادلة الحاكمة في الحكم الانتقالي. ولما بادرنا بالكلام لفوا الناس جو فيما تكلمنا عنه، والآن قامت الشراكة في الحكم الانتقالي بنفس الرؤية اللي كان بيطرحها حزب الأمة. ده دعم كبير للحكم الانتقالي. جانب آخر، كل تحديات الحكم الانتقالي، كل تحديات يعني أنا أقول كلها دي كلها، عكف حزب الأمة كون لجان عالية التأهيل قفلة عكفت على دراسات مفصلة، درسنا كل قضايا الانتقال كلها. أنا بقول لك يعني قضايا الانتقال بمواضيع مختلفة درست، وطلعنا مصفوفة الخلاص الوطني، وما قلنا يا جماعة ده المخرج وده الدرب الوحيد وأشيله ده، وما قلنا ما بندعي شيء. قلنا يا جماعة ده جهدنا في حزب الأمة، أدرسوه وجيبوا جهدكم ونفتح نقاش وحوار بيننا عشان نتفق اتفاق جماعي. الوضع ده وضع جماعي بيننا كلنا. طيب ماذا حدث؟ في حاجات قبلت وحاجات يعني في الاول كان برضو جاء كلام من حزب الامه داير يدعي. سيد الصديق انا داير اقول هنا دي من الحاجات بجاوب لك انا في الحته بتاعت بماذا دعمنا الحكم الانتقالي. نعم وضحت هذه المصفوفه الخلاص الوطني هي الجانب الاخر اللي حصل به والدعم. انت تكلمت داير الانتخابات المبكره. نعم تحديدا ايوه الكلام عن الانتخابات المبكره هو طبعا في انتخابات مقرره محدده بموجب الوثيقة الدستورية كلنا متفقين عليها. حزب الأمة ورئيسه قالوا الآتي: الحكم الانتقالي نحن داعمينه، وكل البرامج الدعم اللي بتكلم عنها والحراك ده أقوى دعم عملي على الميدان للحكم الانتقالي. حراك الطواف ده واحدة من أهدافه الأساسية دعم الحكم الانتقالي بقضايا وبكلام عن قضايا تعضد وتثبت أركان الحكم الانتقالي. طيب مع مجهوداتنا المختلفة، أصلا الآن الوضع كالآتي في السودان: نحن عندنا تحديات كثيرة جدا جدا في الدولة السودانية وفي الوضع القائم الآن، لأنه نحن ورثنا وضع بعد 30 سنة من الدمار الشامل، خراب في كل شيء، ولذلك الوضع فيه هذه المهددات الكثيرة والمعوقات. مع هذه عندنا فرص، الإرادة الجديدة والمعنويات الجديدة لدى الشعب السوداني مع التغيير، والإرادة الدولية والإقليمية الداعمة للحكم الانتقالي والداعمة للتغيير. يعني هناك فرص، في تحديات وفي فرص إذا أحكمنا. هل الانتخابات المبكرة من هذه الفرص؟ لا جايك حبيبي. نعم لأن وقت جدا إذا رتبنا أوضاعنا بطريقة سليمة. ما هو الترتيب السليم؟ خطة سليمة وقرار حاسم، نلف يمين نمشي نستغل الفرص ونعبر. إذا لم يحدث ذلك
يحدث الفشل لا قدر الله. ولذلك احنا قلنا اذا اذا تعثرت المسيره لاي سبب من الاسباب لا نرتد لوضع عسكري ولا نرتد لحاجه مملاه من اقليه على تفرض على الشعب السوداني، نمشي الخيار بتاع الرجوع من هذا، نمشي لانتخابات مبكره ترد الامر للشعب السوداني. هذا الذي قلناه انه نحن ندعم وعملنا ده كله داعم للحكم الانتقالي، ولكن اذا حصل تعثر نلجا للانتخابات المبكره. هذه اطروحتنا، بماذا تفيد الانتخابات المبكره الوضع الانتقالي؟ النقطه الثانيه اللي انا تكلمت عنها حته القرار الحاسم. الان نحن محاولتنا لملايمه وصنع التجانس وتقويته بين الاطراف الحكم الانتقالي هي بتمكن الحكم الانتقالي من اتخاذ القرار. نعم. نحن قاعدين نساعد في انجاح الفتره الانتقاليه، ولكن اذا مع المساعدات دي بنقوم بها نحن وبنقوم بها غيرنا، اذا فشلت انت داير لك حكومه مساءله عندها مشروعيه تقدر تتخذ القرار الحاسم يخرج البلاد مما هي فيه. ولذلك هذه كانت دعوه الانتخابات المبكره. وده طبعا اصلا هي الانتخابات دي اي انتقال في الدنيا كلها انت في النهايه مصيرك ترجع للشعب، هو صاحب القرار، السيد فوق كل سيد. ولذلك ده الكلام ده انا لا ادري لماذا يعتبره الناس كانه حاجه غريبه وحاجه فيها يعني زي الزول جايب لي حاجه كده ما مفهومه. بالعكس يساءل من لا يدعو للانتخابات. انت اذا ما داري، لانه هسه في ناس بيتكلموا عن تمديد الفتره الانتقاليه، اذا الناس اتفقوا على كده فليكن، ولكن ولا يساءلون تقول. ايوه المساله طيب. انه نحن دايرين لا. انتقال سلس يرد الامر للشعب السوداني، يقدم من يقدمه ويفوض من يفوضه. شكرا جزيلا. نعم. اشكرك جزيل الشكر السيد الصديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الامه القومي، شكرا على حضورك وعلى كل هذه الافادات. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك.